طيب بالكلام عن الاهلي تعالوا نروح لتونس. تونس طبعا احدى الدول العربيه المتوجه بذهبيه هذا المحفل الاولمبي من خلال السباحه احمد الحفناوي، لكن نروح لتونس من خلال كره القدم بقى مع الكابتن والاستاذ غازي الغريري المشرف العام على فريق نادي الصفاقسي. استاذ غازي اهلا بيك، منورنا من خلال صدى البلد المصريه. أهلا ومرحبا بالجمهور المصري العريض ومشكورين على الاستضافة. اهلا بحضرتك. طيب يعني بعض التقارير اتكلمت النهارده عن بعض اللاعبين في نادي الصفاقسي، فعايز اعرف لو في تاكيد بخصوص اولا عمرو جمال اللاعب اللي كان هينتقل للصفاقسي من موسم لكن تحولت وجهته الى نادي طلائع الجيش، والنهارده تقارير بتتكلم عن اتجاه لفسخ التعاقد، هل بدايه هو ما زال مرتبطا بتعاقد مع نادي الصفاقسي؟ عمرو جمال لاعب وقع انتدابه من نادي الصفاقسي لمدة سنتين، وتعرف ظروف التجنيد اللي أجبرته على الرجوع لمصر. هو فيه بند تسريحي في العقد، فعلى المستوى القانوني عمرو جمال مفروض يرجع للصفاقسي، لكن الأمور القانونية مع إدارة النادي هي اللي مش تحسم الأمور. وحسمت الامور بفسخ التعاقد؟ لا، لسه ما فيش فسخ تعاقد. في شرط جزائي للتسريح يطالب بيه عمرو جمال في حاله القرار ده، ولا الموقف هيبقى فسخ تعاقد بالتراضي؟ هذا اللي موجود في العقد بتاع اللاعب مع اداره النادي، انه في بند تسريحي. تسريحي دي بمعنى انه فسخ تعاقد بالتراضي، ولا عشان بس المصطلح تفسيره يعني، ولا يعني اللاعب 350 الف دولار؟ اللاعب لم يستفد منه الصفاقسي وقت التعاقد معاه، لانه جاته ظروف خاصه، والناس الكل تعرف اللي ظروفه اللي خلاته يرجع لمصر لحصه التجنيد هي اللي اعاقت نشاطه في الصفاقسي. مفهوم. طيب